مين الصبار؟ إيمان السمادي، إيمان هاشم، سارة معتصم، جميل محمد، نعم مهندس. عبيدة عمر، نعم مهندس موجود. رحاب الخزاعلي، نعم مهندس موجودة. وثين الجمال، نعم مهندس موجودة. رند أبو حميد، نعم مهندس. صفوان الرواجدي، موجود مهندس. سجا الغمري، هيني مهندس. رؤيا الغمري، موجودة مهندس. فاطمة بريالي، موجودة. غالية اليحيى، موجودة مهندس. محمد خضير، محمد مروان، لين هيثم، نعم مهندس. أحمد اليسوري، نعم مهندس موجود. أمين سرية، أمين كمال، موجود مهندس. سعاد جهاد، موجود مهندسة. أمن العياصرة، حناء العبدلات، موجودة مهندس. صلاح الحبايبي، مهندس. نعم صلاح الحبايبي، في أكثر من 100. نعم محمد الدويك، مهندس. أنا صلاح الدين، سجلتني حضور الغياب. حاضر. بيان بلص، موجودة. آية بسلقان، نعم مهندس. طارق الحمود، موجود مهندس. علاء القواسمي، موجودة مهندس. نجير رواجدي، موجودة دكتور. محمود سعيد الخطيب، محمود سعيد الخطيب، أبا حرمان. ميرنا ثابت، دكتور. نعم دكتور، في ناس في ميتنج ثاني، في ميتنج ثاني مفتوح والطلاب مش عارفين. فتحة. طيب دكتور، انا كنت بالميتنج الثاني ما كنت عارفه. دكتور انا بسيطة. يلا شوف مين هذا اللي مدي مسج واتساب. طيب بنكمل هسه. ميرنا ثابت، دكتور يعطيك العافية. هسه بعيد 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 عن الغايب. ميرنا ثابت، هبة رائد، شوكة فايز، نعم. لانا العزام، دكتور موجودة. محمد باسل، حسين الصالح، سليمان الغلبان، عمر عابد، جمان نوائل، نعم. مأمون الحديدي، بتول المشاقبي، محمد الدردس، علي طلال، موجود. مين هذا علي طلال؟ لا مدردس انا مدردس موجود. طيب زكريا محمد، موجود. روان رشيد، روان فتحي، موجود. الدكتور تكروري، موجود. أبو عواد، موجود مهندس موجود. بس اللي غايبين بعيد عليهم مرة ثانية. رؤى نسيم، موجودة. موجودة. آية زيود، مهندس. هدى الكردي، موجودة. رغد الخليلي، لين الصباغ، موجودة. إيمان الصمادي، موجودة مهندس. مروان عبد المعطي،
أمن العياصري. محمد حسان الدويك. محمود الخطيب. موجود دكتور. ميندا ثابت. هبة رائد شوكة فايز. محمد باسل حسين الصالح. موجود مهندس موجود. سليمان الغلبان. عمر نبيل مصطفى عايد. مأمون الحديدي. فتول مشاقبي. اوكي. يعطيك العافية. المرة الماضية وين وصلنا احنا؟ وصلنا مهندس. نعم انا نازل لي غياب وانا موجودة وحكيت لك انه موجودة. هلا نزلي. مين انت؟ امنة عياصرة. والله عدت مرتين ثلاث يا امنة. شو عملت؟ والله مرتين ثلاث الغياب. دكتور حكيت اسمي هلا بس حكيت وناديت يعني جاوبتك. والله يا امنة هاي التسجيل موجود. شوف التسجيل انا بعرف لانه انا عدت مرتين ثلاثة. أنا مبدئيا من المرة الأولى كنت في المحاضرة الثانية وهلأ بسعدت وحكيت. مش مشكلة. شو بديش أضيع وقت أقول على السيستم مرة ثانية. خلص برجع بعدين عليها. مش مشكلة. امبارح بلشنا وين؟ في أول امبارح صح ولا لا؟ قلنا for the process to be spontaneous. العالم كله بالاتجاه انه تكون اي بروسيس سبونتانيوس. لو كان عندنا هيت فلوز فروم هاي تمبرشر تو لو تمبرشر سبونتانيوس بروسيس. هسه قبل ما احنا نبلش في هذا الشابتر بدنا نعمل ايش سم ديفينيشن نفهمها. اذا فهمتها تمشي معك شابتر 6. فهمتوش مش راح تفهم شابتر 6. اول شيء شو هو الثيرمال ريزيرفوا او الهيت ريزيرفوا؟ شو معنات الثيرمال ريزيرفوا او الهيت ريزيرفوا؟ طبعا ريزيرفوا هي كلمه اصلا فرنسيه. الو معي انت ولا مش معي؟ معك دكتور. معك. طيب الريزيرفوا عباره عن كلمه فرنسيه بالاصل زي ما تقول كونتينر يعني وعاء. هي عباره عن لارج سيستم ان ستيبل اكويليبريم to which and from which finite amount of heat can be transferred without any change in its temperature. افرجيكم مشان تفهموها شو معنى. اعطيكم سؤال يا شباب. شباب الو بنات الو. مهندس عندكم انتو قطعه ايس 500 غرام ايس نص كيلو يعني ايس 500 غرام حاطه في غرفه كبيره غرفة عادية يعني غرفة بالمطبخ بالصالون واتفر. الجليد ذاب مش بيذوب الجليد صح ولا لا؟ الايس قطعة الايس ذابت صح ولا لا؟ مزبوط. طيب اذا قطعة الايس قطعة الايس بس تذوب شو بصير عندك؟ شو حرارة قطعة الايس حرارتها؟ زيرو صح ولا لا؟ زيرو سلسيوس مزبوط؟ مزبوط دكتور. تخيل الحرارة من مين من الجو اللي حواليك دابت دابت بغض النظر دابت صح ولا لا؟ مزبوط ولا لا؟ طيب الهيت اللي هي عبارة عن كيو ترانسفير from the اللي هو روم لا من الروم مظبوط ولا لا؟ الو صراحة ولا لا؟ to the ice اوكي ولا لا؟ معاي انت؟ الو تمام. طيب هسه بس انتقلت من الغرفة للايس شو صار بالايس؟ ذاب. او اذا كان مثلا 0 ديجري سلسيوس شو صار؟ صار درجة حارته 5 درجات مئوية. وإيش كمان؟
صار ليكويد مظبوط ولا لا؟ مظبوط. طيب مظبوط دكتور. هسه بدي اسالكم سؤال، هسه سؤال منطقي، انسى الثيرموداينامك. درجة حرارة الغرفة اللي قاعد فيها بس ذوبتها 500 غرام ايس، شو صار درجة حرارة الغرفة؟ تغيرت ولا لا؟ يلا شو رايكم؟ لا ما عنده اكزاكتلي ما تغيرت، مع العلم انها فقدت حرارة، صح ولا لا؟ صح. اذا درجة حرارة الايس، الايس كميته صغيرة ما اخذ حرارة وذاب تمام، لكن الغرفة حرارتها تغيرت بهالكمية الصغيرة ما تغيرت، مظبوط صح ولا لا؟ تمام تمام دكتور. طيب ولو نفس الشيء عندك 1 كيلو جرام او 500 جرام من ايش؟ من ساتوريتد ووتر فيبر، بس كذا شو بيعطيك؟ يلا شو بيعطيك السكتاف؟ بيعطيني هيت. The Q will be transferred من وين؟ يلا from water to air. صح ولا لا؟ مظبوط. مش from. طب بس عندك 500 غرام من الفيبر بغرفة كبيرة يتكثفن، مش بيعطيك حرارة؟ هل الحرارة هاي بتزيد درجة حرارة الغرفة؟ بتزيدها. ما بتزيدها، ما بتزيدها. 500 غرام يا رجل، 500 غرام اتكثفن كمية صغيرة، اتكثفن بغرفة كبيرة زي ما انت هسه قلت، عندك 500 غرام آيس دابن أخذ الحرارة من الهواء، هل الهواء حرارته قلت؟ لا. طيب ونفس الشيء عندك 500 غرام ولا 200 غرام من الساتوريتد فيبر ووتر كوندنس، فاعطاك كيو، كيو ترانسفيرد فروم ذا ووتر تو ذا روم، هل معقول عندك شويه ميه اتكثفن بيعطين غرفه مساحه 6 في 4 بيزيد حرارتها؟ الو برضه لا سايمون مظبوط. اذا هسه الروم هاي بنسميها هيت ريزيرفا، شو اسمها؟ هيت ريزيرفا. اطلعت تعريفها؟ طلعت تعريفها؟ طلع is sufficiently large system in stable equilibrium to which and from which إلو تنتقل حارة زي بهاي الحالة to do which finite and feed can الو 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 انا معاك. الفكره وصلت ولا مش واصله؟ هاي قدامكم شو هو تعريف الهيت ريزيرفوار اللي الغرفه قلنا عنها مثال عليها، لارج سيستم in stable equilibrium to which and from which finite amounts of heat can be transferred without any change in its temperature. الغرفة انتقل منها حرارة ذوب الجليد، الغرفة أجاها حرارة من عملية condensation of water vapor. إذن to which and from which finite amount of heat transferred but actually there is no any change in its temperature. وضحتوني لا؟ ألو وضحت دكتور. نعم وضحت. أنا عندي سؤال عليها. طيب قلنا هسه الهاي تمبرشر هيت ترانسفير ريزيرفوار فروم ويتش هيت از ترانسفيرد از كولد هيت سورس،
الروم بهاي الحالة بأنه الهيت ترانسفير منها بسمي الروم إيش؟ هيت ريزيرفوا نوعه سورس، وهذا يكتسب حرارة. هذا الهيت ريزيرفوا اللي هو الروم بسمي إيش؟ هيت سينك. إذا from heat transferred from the room بسميها heat source. heat إيش؟ source. تمام ولا لا؟ وإذا انتقل للهيت للزيرفو نفسه، انتقل الحارة، بسميها heat sink. واضح ولا لا؟ أكثر بصير تعيد لأنه صوتك بيقطع شوي. بيقطع كثير ولا شوية؟ خلنا أغير غرفة يعني. دكتور بقطع بقطع. كثير كثير بقطع؟ يعني حسنا. يعني بقطع كثير مرة شوية. مش سامع. استنى خلنا أغير غرفة معلش. ثواني بس. ألو السلام عليكم. أهلا دكتور. عليكم السلام. هيك صوت أوضح؟ إن شاء الله. هيك الصوت واضح ولا لا؟ دكتور واضح. طيب اذا الهيت ريزيرفوا اللي الحراره بتنتقل منه from which the heat is transferred بنسميه الهيت سورس، شيء طبيعي مصدر حاره. لكن زي في المثال الثاني اذا الهيت انتقلت له heat is transferred to the heat reservoir. This heat reservoir is called heat sink. Sink اللي هي مصرف الحرارة. مصرف يعني. واضح ولا لا؟ تمام؟ أوكي ولا لا؟ ألو؟ ألو؟ تمام مهندس واضح. هسا في عندكم الwork reservoir
نفس التعريف of sufficiently large system in stable equilibrium to which and from which finite amounts of air can be transferred adiabatically without any change in its temperature. نفس الشيء بس هذا ما في تغيير في البريشر وبدناش نخوض فيه احنا لانه هذا بهم جماعة الميكانيك مش احنا بس للمعلومة هو عبارة نفس المبدأ بصير فيه انتقال من الورك بدون ما يتغير البريشر تبعه هذا بنرجع له يعني مش موضوعنا بس مشان just for your information now شو تعريف السايكل بحياتكم شو معنى سايكل يا شباب يا بنات شو معنى سايكل انتم تعرفوا شو معنى سايكل تدوير نعم شو يعني سايكل دورة يعني انت بلشت في نقطه بترجع نفس النقطه دورة. صح ولا لا مزبوط مزبوط فعندك الثيرموداينامك سايكل هي عباره عن سايكل ديناميكا حراريه اوكي when the system undergoes a series of processes and then enters to the returns again to its original state برجع للاوريجينال ستيت تبعته اذا هو بفوت في series of processes at the end of the day it returns to its original state so that the properties of the system at the end of the cycle are the same as its beginning For example, B final تساوي P initial, T final equal T initial, U final equal U initial, بس اللي في لفة كلياتها. طبعاً بس تصير عندك thermodynamic cycle, the temperature will changes, the pressure will changes, the U will change, لكن when it returns back to the original state, it will return to its original pressure, to its original temperature, to its original specific volume, and so on. إذن هو completed thermodynamic cycle هي عبارة عن system undergoes a series of processes and then returns to its original status. All the properties of the system at the end of the cycle will be having the same value as its when it started. تمام ولا لا؟ At its beginning. واضح ولا لا؟ فاهمين؟ ألو؟ تمام مهندس. ألو؟ معك احنا عملنا انترودكشن لمفهوم الهيت زيرفوا مفهوم الثيرموداينامك سايكل مشان نيجي رح ندرس شغلتين تو سيستم واحد رح ندرس واحد هيت اثنين رح ندرس هيت بامب معاين تونش معاي هذا الهيت انجن والهيت بامب عبارة عن ثيرمو دايناميك سايكلز واضح ولا لا الو معك دكتور الو طيب هسا الهيت انجن الهيت انجن البيربوس تبعها على ارض الواقع شو البيربوس تبعها بروديوس انرجي اللي هي ستيم باور بلانت محطات انتاج الطاقه واضح ولا لا بنات شباب واضح دكتور طيب خلينا مشان تفهم الهيت انجن طلع على مسألها ونشوفها انا موجوده هيا عندك هيت انجن طلع عليها هيا شفتوها شو رايكم فيها هاي هيت انجن يلا يا شباب شو الهدف منها قلنا يلا معاي احجوا هو غرفوا يلا يا شباب شو الهدف من الهيت انجن انتاج الطاقه دكتور برودوس
إذا هاي آخر نقطة فيها بردوس وركي شفتوه هيها تمام شفتوه ولا لا دكتور طيب تتكون من فور كومبوننت مينلي عد عيدك توربين بويلر كوندنسر وبم واضح ولا مش واضح الو واضح دكتور لاحظ انه شو بصير عندك الكل يطلع علي تعرف البويلرات تفوت عليها ايش ستيم هذا الستيم حرارته عالية جدا عن طريق الفيول مسخنه بالفيول بفوت جوا بحول الميكانيكال الهيت انرجي ثيرمال انرجي على التوربين التوربين بحول لي اياها الميكانيكال الالكتريكال ورك هاي انتجها هاي التوربين اخذنا مش التوربين متذكرين شو الانرجي بنا سمعته ام دوت في ايش يلا ذكروا الورك يساوي ام دوت في اتش 1 ناقص اتش 2 صح ولا لا ذكرته ولا لا بعدين الميه بتصير هنا ساتوريتد فيبر ترجع جزء منها ليكويد بتروح على الكوندنسر في هناك مبادلات حراريه بتبرد الميه كيو اوت ترجع الميه مره ثانيه على البامب بتضخها بدي ورك للبامب بروح على البويلر heat is added to the boiler بحول المي مرة ثانية لستيم الستيم بفوت على التوربينات بنتجي طاقة وهكذا مين عنده سؤال على السايكل مبدئيا الو الو يا دكتور معك مين عنده سؤال على السايكل؟ هاي عندنا أسئلة عندك أنت تبدأ من هاي النقطة heat is transferred عن طريق إيش؟ الفيول بنحرق إحنا البترول بسخن المي بصير ستيم المي بتطلع هنا ستيم تطلع سوبر هيتد بتفوت على التوربين تتحول من سوبر هيتد لساتوريتد فيبر أو لساتوريتد بيكشر بنتج عندك ويرك التوربينات تفوت على الكوندنسر بتكثف المية بعدين بتفوت على البمب بتضغطها للبويلر والبويلر بسخنها وهكذا هذا اسمه هوت هيت ريزيرفوار أو هيت سورس صح ولا لا؟ مظبوط ولا لا؟ هذا الهيت سورس وشو اسمه هذا؟ يلا هيت سينك واضح ولا لا؟ الو الو واضح مهندس مظبوط طيب بلش في البويلر اعمل لي عليه هيت بالانس يلا انرجي بالانس كيو ان ناقص كيو اوت يلا شو زائد ايش دبليو ان ناقص يساوي يلا M dot H2 ناقص H1 زائد change in kinetic energy zero زائد change energy يساوي zero تمام ما في لا work in ولا work out البولر heat only in there is no out بالتالي Q added to the reboot يساوي M dot في H2 ناقص H1 لو نسمي هاي نقطة واحد وهاي نقطة اثنين H2 ناقص H1 في حدا عنده سؤال على البلانس هذا ولا لا ألو ألو معك دكتور تمام مهندس إذا النقطة هاي شو نسميها اللي عندها هاي شو اسمها واحد وهاي شو اسمها اثنين وهاي ثلاث وهاي أربعة واضح ولا لا واضح دكتور تمام طيب
اعملنا بالانس على البويلر طلع معاي الكيو اد تو ذا بويلر تساوي ام دوت الماس فلوريت للستيم في اتش 2 هاي ناقص اتش 1. اعمل لها ساعة التورباين. اخذنا التورباين الورك اوت اوف توربين شو يساوي؟ الورك اوف توربين تمام هاي اسمها صحنا هاي نسميها هيت كيو ريبولر هسه الورك تبع التوربان شو يساوي يلا خدناها في شابتر 5 ماس فلوريت في ايش اتش اللي فايت ناقص اللي طالع شو اللي فايت اتش 2 واللي طالع اتش 3 اتش 2 ناقص اتش 3 مزبوط ولا لا الو الو معكم هندس مزبوط ولا مش مزبوط شو رايكم مزبوط دكتور طيب روح هسه عمين كوندنسر عمل لي عليه بالانس كيو كوندنسر ايكوال نفسه بس ايش عندك كيو اوت هيا شفتها حط كيو اوت ما في وركن غير ورك اوت بصفي عندك ماينس كيو اوت تساوي ام في اتش 2 في اتش 4 ناقص اتش 3 مع 4 صح شيل السالب بصفي عندك اتش 3 ناقص اتش 4 اذا تساوي ام دوت في اتش 3 ناقص اتش 4 الو معك دكتور شو رايكم واضح لحد هسه واضح تمام شو طلع عندك هسه هذا البامب تمام اعمل لي عليها بالانس الورك ان صح بالبامب شو تساوي الورك ان ام دوت في اتش 4 ناقص اتش 4 نعم دكتور 4 ناقص 1 ولا 1 ناقص 4 4 ناقص 1 سوري 4 ناقص 1 تمام ولا لا تمام دكتور اذا هذا ان ورك وهذا ان هاي كيو ان هاي كيو اوت صح فانا اذا بدي ابسط رسمه الهيت انجن ببسطوها بهاي الصوره فرجيكم اياها بس تبسيط خفيف هيا طلعي طلع شوف كيف كيو ان اللي كيو ريبولر وكيو سي كيو كوندنسر والنتورك اللي هو الورك تبع التورباين ناقص الورك تبع البامب صح ولا لا شو رايك الورك تورباين طالع وهذا فايت هذا كميته اكبر بكثير منها راح تكون لانه الهدف من هاي انتاج الطاقه فهاي اعلى فبصفي عندك الكيو ار شو بسموها كيو اتش ليش كيو اتش تعرفوا ليش الو هذا هوت هذا الهيت سورس مش سميناه احنا هذا الهيت ريزرفوار هيت سورس هسه تسالكم سؤال محطات توليد الطاقه بس الكوندنسر او محط يصير توليد الميه بس يبرد الميه تنتقل الحاره للجو هل بالمصفاه بس الحاره تنتقل للجو الزرقاء كمدينه تتغير حارتها لا وبس انا يجي هيت من الريزرفوار من الهوت هل بتغير حاره الجو بتغيرش فهمتوا علي فالكيو ادد باي ذا ريبولر والريبولر باي تو ذا بويلر ذا هيت ادد تو ذا بويلر اتس ادد فروم ذا هوت ريزرفوار بيكوز ذس ريزرفوار اكت از ا هيت سورس بنسميه كيو اتش وير از الكوندنسر ذا هيت provided to the heat sink we call that QL because this is at low temperature and this is at high temperature اذا this is at low temperature and this is at high temperature H refers to high temperature L refers to low temperature
إذا الأماونت أوف هيت، الأماونت أوف هيت ترانسفيرد تو ذا بويلر وي كول إت كيو سب إتش. إتش مين أت هاي تمبرشر، and the amount of heat rejected by the condenser we will call it as QL, which is the amount of heat rejected at low temperature. واضح ولا مش واضح؟ واضح دكتور. فبالتالي الرسمة المبسطة للهيت انجن تطلع عندك هاي QH at TH، أعطاني نتورك، النتورك اللي هو التورباين ناقص البمب، وطلع عندي QL at TL. واضح ولا مش واضح؟ ألو؟ واضح دكتور. ألو؟ واضح دكتور. فهمتوا ولا لا؟ إذا الهيت انجن أنا بعطي إنرجي، طبعاً الورك تبع البمب انسوه خلص، أنا الورك تبع البمب أنا ضميته جوا النتورك، فهمتوا علي ولا لا؟ خلص الورك تورباين ناقص ورك بمب بيعطيك النتورك اللي بيطلع عندك، يعني الورك التورباين much much higher than the work of the pump. معي انت ولا لا؟ معك دكتور. اذا هاي الرسمه تبعت الهيت انجن، هاي الرسمه تبعت الهيت انجن بتكافئ نفسها هاي الرسمه، هاي بس بالكومبوننت تبعتها بفرجيك انه انا في عندي، انا هنا عندك توربين، هاي التوربين شفتوه، هنا بام، هنا كوندنسر، هنا ريبولر، هيت ادد تو ذا ريبولر ات هاي تمبرشر وي كولد ات كيو سب اتش، هيت ريموفد فروم ذا كوندنسر تو ذا لو تمبرشر ريزرفا ات لو تمبرشر ورك از برودوسد. يا خليل احمد، شباب مين معي من الشباب؟ اول شيء البنات مين معي دكتور؟ شباب حدا معي؟ أنا معك مهندس. بدي أسألكم، لو أنا ضفت هنا 10 كيلو جول بير سكند، خلينا نسميها 10 واط، إذا كيو اتش اللي ضفت أنا خلينا نسميها، ضفنا كيو اتش تساوي كيو اتش إيكوال 10 كيلو جول بير سكند. الكيلو جول بير سكند شو هي احنا نسميها؟ احنا كيلو وات. سميناها احنا كيلو وات. ايش؟ كيلو وات. كيلو وات بغض النظر، تمام؟ اللي هي 10 كيلو وات ضفنا هنا، تمام؟ معي انتوا ولا لا؟ اعطاني ورك يساوي 7 كيلو وات، والكيو ال شو تساوي؟ 3 كيلو وات. ضحت ولا لا؟ اذا اللي في شمسي طلعوا هاي بسموها ايش؟ ثيرمال افشنسي، شايفينها الثيرمال افشنسي شو تساوي؟ desired out put على ايش؟ شو تقسيم ايش؟ input. هسا what is your desired، شو هدفك بالهيت بمب، بالهيت انجن شو هدفك؟ يلا شو هدفك؟ قلنا الهدف المعنى الفيزيائي لها، يلا شو الهدف منها؟ انتاج طاقة، انتاج طاقة، صح. هيها البير بوست برديوس انرجي، سو your desired output is to produce work so that efficiency equal the work اللي هو 7 تقسيم الانبوت قديش؟ 10، تمام؟ فالافشنسي ايكوال الثمن افشنسي تساوي 70%. وصلت ولا لا؟ اذا بقول انا الهيت انجن هذا اللي عندي اللي بيشنسي له 70%، شو معناتها؟ معناتها من كل 10 كيلو وات انا بعطيهن بيطلع لي 70 كيلو وات ورك و30 كيلو وات لوسز، بروحن از كيو ال، بس كيو ال مش لوسز مقصود فيها، ات لو تمبرشر، تمام ولا لا؟
إذن أول قانون عرفناه إنه الإفشنسي شو تساوي؟ يلا تساوي ورك تقسيم إيش؟ UN QH مزبوط ولا لا؟ مزبوط دكتور صح؟ هاي بدون ما إيش؟ بدون ما نغلب حالنا إحنا ولا نشتق قوانين. أنت لحالك عرفت إنه الورك تساوي الدبليو على إيش؟ على كيو إتش صح ولا لا؟ طيب وبتعرف كمان أيضا زي ما شفنا إنه الكيو إتش شو تساوي؟ تساوي الكيو ال صح ولا لا؟ زائد إيش؟ ورك مزبوط؟ مش عشرة تساوي ثلاث زائد سبعة؟ ألو دكتور مزبوط ولا لا؟ مزبوط صح؟ ألو مزبوط دكتور معك. أيوة إذا النيو شو تساوي؟ حط محل الورك شو بصير محل الورك؟ يلا كيو أتش ناقص كيو أتش أيوة ناقص إيش؟ QL تمام الناس شو تساوي واحد ما اعمل هذا بالرياضيات QH ناقص QL QH على QH بصير واحد ناقص تمام QH تقسيم QL مهندس QL تقسيم QH مش العكس بالضبط يعني ثلاثة تقسيم عشرة ثلاثة في العشرة واحد ناقص ثلاثة عشرة يساوي سبعة في العشرة 70% واضح ولا لا؟ واضح إذا أنت هدفك تطلع الورك تطلع كيو ال كم طلع كيو إتش الورك قلنا هو عبارة عن إم دوت في إتش ون في إتش تو ناقص إتش ثري صح ولا لا بشكل عام والكيو إتش تساوي إم دوت في إتش تو ناقص إتش ون وكيو L تساوي M dot في H 3 ناقص H 4 صح ولا لا؟ فهمتوا ولا لا؟ هاي بسموها thermal efficiency. إذا هذا أرجع أنت مرة ثانية هاي عرفت أنه الهيت إنجن is thermodynamic system operating in a thermodynamic cycle which net heat is transferred and from which a network is delivered. هذا عرفنا desired output اكتب عندك حطه براسك your desired output from heat engine is to produce any work that's it the system or working fluid هسا السيستم اللي بيقوم بالheat engine شو هو شو working fluid بنسميه احنا اللي هو الستيم مش الستيم هو اللي فرع الريبولر الو الو معك مهندس معك مهندس شو اللي فات على الريبولر عندك؟ شو الاشي اللي سخن؟ الستيم الستيم اذا فور هيت انجن ايوه الوركينج لود از ووتر لو ستيم تمام ولا لا؟ فهمتوا علي؟ تمام دكتور يعني هسه المكيفات بس تشتغل شو الوركينج الفلويد اللي فيها الغاز اللي بتعبيه للمكيف صح ولا لا مش بتعبوا غاز المكيف دكتور هل عمركم شفتوا واحد بيعبي مكيف ميه لا فهمتوا فالهيت انجن الوركينج فلويد هي الووتر او الستيم واضح معنى اخر انه الفلويد اللي يمشي بالخطوط هاي هو عبارة عن ستيم تمام ولا لا؟ طيب اوكي is the following figure illustrate a steam power plant as heat engine operating in thermodynamic cycles وشرحناها هاي thermal efficiency عبارة عن desired output على required input واللي هي الورك على الQN سمينا الQN QH تمام هيا وتساوي واحد ناقص كيو اوت على كيو ان واحد ناقص كيو ال اوفر كيو اتش هيا
هاي عندنا رسم مبسط عليها، يعني حاولت أسهلكم إياها بأكثر قدر ممكن. قلنا لـ QH the amount of heat added at high temperature، QL the amount of heat removed at low temperature. تمام ولا لا؟ ألو؟ نعم دكتور. طيب بقول لك example. Steam power plant produces 50 ميجاوات of network. إذا هو بيعطيني work يساوي 50 ميجاوات. While burning fuel to produce 150 ميجاوات. إذا أنا لفيول بس يحترق بيعطيني جوا البويلرات Q تساوي 150 ميجاوات اللي هي الـ QH. فالإفشنسي شو تساوي الإفشنسي؟ الـ output الـ work my delivered work 50 تقسيم الـ input 150 33%. صوروا 33%. بس. طيب how much amount of heat rejected to the environment to the surrounding قديش؟ يلا يا بنات how much heat is rejected to the surrounding يعني how much is QL ايش ناقص الورك دكتور يعني 150 ناقص 50% بالضبط اذا QL تساوي 100 the amount of heat rejected فانا فات عندي انا 150 ميجاوات انرجي طلعت منها صافي 50 و100 ريجكتد از تو ذا سراوندينج سو ذا افشنسي از 550/150 بس الثلث لانه قلنا ال150 لكيو اتش تساوي دبليو زائد كيو ال واضح ولا مش واضح فيري سمبل صح صح دكتور شباب بنات شو رايكم دكتور شوف هاي شامين مش فاهم انا قوله مين واضح تمام اوكي مين عنده سؤال مفهوم الهيت انجن فاهم عندكم ولا لا دكتور ان شاء الله نفهم فالهيت انجن عبارة عن thermodynamic cycle الهدف منها انتاج work by adding QH at high temperature and rejected QL at low temperature now QH equal W plus QL the efficiency equal W over QH or تساوي نفس الشيء واحد ناقص QL over QH والworking fluid is the steam تمام ولا لا تمام دكتور طيب بنيجي هسه على الثاني اللي هو شو هو يلا شو هو الهيت بامب الهيت بامب الهيت بامب شو هدفها بناء على هدفها تقسم الى قسمين الهيت بامب بناء على الهدف طلع علي يا بتكون ايه هيت انجن او بنسميها ايش مش بيها ايه ايه رف ري جي ري تر بي هيت انجن لاحظوا انه الهيت بامب تقسم الى قسمين يا ريفرجريتر يا هيت انجن وهذا بيعتمد على ايش يلا ايش بيعتمد على البيربوس ما عندوش معي معك دكتور اوكي فالهيت بامب هي عباره عن ثيرموداينامك سايكل اوبريتنج Remove heat from a low temperature body and deliver heat to a high temperature body. To accomplish this, the heat pump reserves external energy in the form of work or heat from the surrounding. هسه راح نشوفها. The heat pump is thermodynamic terms used to describe cyclic device that allows the transfer of heat energy from low temperature to high temperature. We use steam refrigerator and heat pump to apply practical device. فالheat engine بشكل عام الheat pump
هي بتكون يا هيت انجن او ريفجريتر. مشان نفهمها خيال يا شباب السايكل اللي عندك طلعوا كل اللي طلع على ايان معي انت يا بنات شباب معي الو معك دكتور. طيب مشان تفهموها خلينا نفهم كل معي اول شيء ال شو اسمه الدايركشن تبعها عكس هذيك. هذيك كانت كلوك وايز هاي انت كلوك وايز مزبوط ولا لا؟ الو هسا اول شيء الوركينج ود من الارض اللي عليه ريفريجرانت 304 اللي عندكم تيبل هو وركينج فلويد. الهدف منها شو الهدف منها؟ يلا طلعوا طلع على شو بدي اعمل. الو معك دكتور. الو يا شباب معي انتو شباب؟ الو معك بنات شباب والله تتموا علي. الو معك دكتور. معك مهندس. خلينا شكلكم خلص خلص كفي خلص خلص بكملكم اياه الكلاس الجاي ان شاء الله بلش فيها نبلش في الهيت بمب المحاضره الجاي كفي خلص يعطيك العافيه خلاص الله دكتور. مهندس انا صار عندي 5 غيابات وانا ما غبت منهم بالاصل غير مرتين يعني وانا اليوم المحاضره فاتحين 5:30 محاضره ثانيه يعني كنت بغير ميتنج انا والله كنت موجوده. شو اسمك شو اسمك؟ طيب امنى ياسر. شو ما شو قصتك يا امنى؟ يعني انت انا يعني بدي اتبلى عليك الله يسامحك. والله يعني انا والله كنت موجوده لولا هيك ما كنت حكيت انا من 45 داخل. انا راح اشيل غيابك صادقه بس انا اديتك ما جاوبت بس انت صادقه اكيد صادقه يعني 100% الله يسامحك. انا مش الموضوع انه انت يعني طيب خلينا هاي امنع يا اسره. شو رقمك يا امنه بالترتيب الطلاب؟ 13 70 40 استني مش لاقي اسمك. ايش يعني كم غياب عندك انت؟ عندي 5 بس انا يعني كل مره بتصير القصه مشان هيك هاي المره يعني يعني انت فعليا قديش غايبه على الاماني؟ يعني انا غايبه 3 غيابات بس المره الماضيه يعني دخلت بعد الاسم فما حكيت اما هاي المره انه انا كنت بغير ميتني. طب بسيط هسه بشيلك اياها يعني انا بسيط بسيط استني بشيلك سنتين عادي استني استني ضلك معاي بلاش انسى استني اوكي لأن أنا رحت وبنسى أنا صراحة. نعم إذا رحت مع شلتني شو هسه بنساهم فظلك معي خلينا نشيل وأنت موجود أحسن. هاي معاك مهندس. ليه بس سستم عنك شوي استلم أبا Thank you.
احنا باي اسبوع هسه؟ نعم مهندس. احنا باي اسبوع؟ ما بعرف. طيب السيستم معلق بصر ماله، استني شوي بس. اليوم 21/4 اليوم؟ متى الغياب الثاني اللي عندك؟ اليوم كان غياب وآخر مرة. هاي غياب اليوم راح. طيب ماشي. المرة الماضية متى يعني؟ أول امبارح؟ المحاضرة كانت أول امبارح 19/4. لا المحاضرة الثانية فيش عندي غياب، فيش شايف أنا. خلاص شلتهم. خلاص السلام عليكم. شكرا لك مهندس. السلام عليكم.